السلام عليكم، حياكم الله من المقطع ثاني. نايف سينسي معكم، رجعنا لكم في اوكسجين نوت انكلودد. قبل ان ابدا احب اذكركم اذا انتم جاي جديد يا ليت ما تنسوا الاشتراك، واتمنى تقدرون تشتركوا القناه في مواقع التواصل الاجتماعي. اكون شاكر لكم. الحمد لله خلصنا مشروع الامس او في الحلقه الماضيه، مشروع الناتشورال جاز جيزر. للاسف هذا خامل، فراح نحتاج ننتظر لين ما يرجع يشتغل. ليش المويه ثلج المويه هنا؟ اوكي الحمد لله انا لاحظت. فنقول لهم ايش، تعالوا اكسر هذه تمام. بعد ما تكسروها تبنوا لي تايل هنا. اوكي اليوم ان شاء الله راح نخش في مشروع الهيدروجين. خلصنا من غاز الناتشرال جيزر، وحاليا ان شاء الله راح نتعلم كيف نستفيد من غاز الهيدروجين. لو تلاحظون البيس حاليا ما في اي هيدروجين، لكن راح احط حاجه راح يعبي البيس هيدروجين. في نفس الوقت راح استفيد اكسجين وحراره، في نفس الوقت راح استفيد باور. فايش لازم اول خطوه نسويها؟ اول خطوه نسويها الله يعين تنظيف ثاني. راح ابني زي الهرم هنا. ليش؟ لأن الأكسجين الهيدروجين هو أقل غاز كثافة من الغازات اللي موجودة هنا، فدائما ما يطلع فوق على طول، لازم الأكسجين الهيدروجين يطلع فوق. فراح أحط زي الهوايات هنا وهنا وهنا وهنا، وعلشان إيش؟ الهيدروجين بالراحة يتعبى كذا في المنطقة هنا، في المنطقة هذه راح يتعبى كذا هيدروجين. راح ممكن أخليها أرفع المنطقة شوية. يب سلايم الله يعين. راح ارفع المنطقة كذا شوية مثلا هنا، خليها تعبى مثلا هنا بالضبط. اوه حبة، اوكي هنا. طيب اللي علينا كله نسويه اول حاجة، خلينا بس نتأكد انهم قفلوا هذه بالطريقة الصحيحة لو سمحتوا. هذا راح يبدأ يشتغل بعد نكست بيريود، بعد 19 يوم. طيب تأخر شوية. اوكي قفلنا، الامور هي راح تكون زي العسل، خلاص ما علينا منها. كيف الباور عندي؟ الكول او الفحم 21 طن، لا بأس. هنا عندي 6 من 6، هذا راح يتعبون بعد شوية، هذا تعبى خلاص 8. ما عاد ابغى اي هاتش، راح ابغى بس ستون هاتش. طيب ما علينا، نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو الهيدروجين. طيب ايش نسوي؟ كل ما علي اجيب هذا جرانيت. 1 2 3 4 5 ونلف واحدة، تمام؟ نفس الكلام هنا، 1 2 3 4 5 ونلف هنا، 1 2 3 4 5 ونلف هنا، 1 2 3 4 5. الموية هذا مرة حار هنا. مو إذا حار صراحة ما أبغى أخرب عليه. فمثلا خلينا نعيد تصميم 5، وبعدين نقول 1 2 3 تمام. 1 2 3 4 للمرة، 1 2 3 2 3 4 1 2 3. طيب هذه ما أبغى أشيلها، نعطيه رابعة. طيب واحدة طيب خلينا نسوي نفس التصميم هنا، واحدة واحدة اثنين ثلاث، واحدة اثنين ثلاث أربعة، 1 2 3 4. وبعدها كم تجي؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4. بعدين كم ارتفاع؟ 1 2 3 4 5. طيب 5 ولا 4؟ بعض الخامس، 1 2 3 4 5. طيب هو مو بلازم بهذا الشكلية، بس ايش، انا احب الامور تكون متساوية، يعني نفس اللي هنا نفس اللي هنا. اوكي طيب 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، 1 2 3.
اوكي النذير شجر ما ابغى اشيلها. واحد اوكي اجل هنا اثنين، هنا اثنين نخليها. وين وصلنا هنا؟ اوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. حلوين حلوين، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة خمسة. طيب حلو حلو، طيب خلينا نخلص هذا نرجع له. يا سلام، هذا هو الشكل النهائي الهرم حقنا. الهيدروجين ان شاء الله راح كله يتجمع هنا. فبداية راح اجيب سلالم زي كذا، تعال هنا. اوكي تعال هنا. هذا تعال هنا. سلام، نظف الناحية هذه كلها. شغل تنظيف بس، طبعا هذا راح استفيد منها موارد في نفس الوقت. ايش نشتغل على مشروعنا. اوكي طيب خلص هذه الناحية كلها. ثمانية ثمانية ثمانية، فنقول لهم أبدو. يلا خلينا ننظف هذه الناحية. فزي ما قلت كل شغل تنظيف، إذا نظفت وخلصت كل حاجة راح أرجع لكم. طيب ورجعنا. أوه. أخذ تقريبا ساعتين، ساعتين وأنا أنظف في هذه الأمور هذه كلها. الحمد لله تعبى الصندوق أنا موارد. يب الله يبغى لي مخزن ثاني، فودي أبني. أوكي أنا لا باقي عندي هذه. أوكي مي مشكلة. الحرارة نوعا ما هنا مرتفعة 39، لكن ما هي بهذه الإشكالية الكبيرة. أمش المنطقة هذه ما تزيد فوق 30 لهنا. ممكن أحتاج ثلاثة من عشرين ناقص ثلاثة. اوكي قاعد ينقص ولا يزيد؟ اتوقع انه قاعد ينقص. العموم تلاحظون بدل الهيدروجين، يا سلام هذا راح يتلون كله باللون الزهري، فنبغاه يوصل الين هنا. هذا المنطقة كلها ابغاها توصل لون الزهري. ليش؟ لاسباب معينة. حاليا راح ابدا نستخدم استغفر الله العظيم الهيدروجين. كيف نسوي؟ كل ما علينا يبغالي ابني واحدة هنا ثانية هنا، او نخلي واحدة هنا واحدة هنا. يا سلام مشكلة، هذا ايش حرارتها مرتفعة. طيب انا عندي فكرة، اول واحدة نبنيها هنا، نبنيها هنا. لا ما نبغى هذا. اوكي ما سوينا لها بحث اصلا. طيب نسوي بحث، نسوي بحث. شغل الكمبيوتر، نروح الريسورش اللي نبغاه هذا الكترولايزر. يقول لك convert water into oxygen and hydrogen، انه يحول الموية من الى اكسجين وهيدروجين. طبعا الاكسجين علشان البيس حقنا راح احتاج ثنتين، واحدة هنا واحدة يعني واحدة في المنطقة دي. يرتفع على طول الهيدروجين على طول فوق الين يوصل هنا. يا سلام، فراح نحتاج زي التهوية في الغرف. فنجي هنا نبنيها بالجولد، واحدة ثنتين واحدة ثنتين، علشان اس بس ما تجمع في الغرف. هذا راح افتحها. يلا ايش لا. حلوين حلوين حلوين. هنا واحدة ثنتين. يا سلام، هذا راح افتحها. لا
انا راح افتح هنا. اوكي حلو كذا 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 ممتاز كذا ممتاز. اوكي خلصنا البحث خلاص طف الكمبيوتر نروح الاكسجين الكتولايزر. يا سلام نحط واحد هنا. راح احتاج اوكي بلانتر بوكس هنا. حاليا المويه حقي ما شاء الله بارد مره المويه بارده. راح ايش هذه راح اجيب شاور راح اخلي الشاور هنا. ليش حاط الشجر هنا؟ انتكبت دحين مع الشجر هذا. طيب الشاور راح اخليه هنا. هذه نغيرها تايل. نبغى جرانيت غير هذه. اوكي نسوي دي كونستراكت اول حاجه 9. شيل هذه شيل هذه شيل هذه شيل هذه سريع. راح نحتاج 4 بس شاور فهذه راح تكون كافيه. كنا جرانيت 1 2 3 4. اوكي اللي بعده الحمامات هذه راح اغيرها بعد شويه. نحتاج بامب هنا فنجي هنا ليكويد بلامينج ليكويد بامب. نحط الليكويد بام هنا. ما شاء الله المويه بارده مره. راح ازيد مساحه المويه صراحه يمكن الين هنا يعني. ويبغى لنا طبعا ان شاء الله في مقطع جاي راح نستفيد من الكول ستيم فنت. هذا المويه شوف درجه الحراره 61 واتعلم طريقه ايش نبرد المويه هذا ونجيبه الين هنا. طيب دحين نبغى نسوي مشروع مواصير. نبغى المواصير ايش تمشي المواصير المويه البارده تمشي من هنا تمشي عند المناطق الحاره هذه تبردها في نفس الوقت تبرد البس كامل. وراح نحط شاورز هنا علشان المويه ونحط هنا مغاسل وحمامات افضل بكثير من هذه. ف يب هنا نسوي هنا ديكونستراكت 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 ديكونستراكت. طيب بنولا يا سلام بنو الحلو هذا. هنا الحراره راح ترتفع فراح نحتاج وورسيد هذا راح يبرد الجو يلطف ويبرد الجو اللي حوله النبته هذه. بس انها تستخدم ايش تستخدم هذا الحلو هذا فوسفورايت على ما اظن نوع من انواع السماد. طيب نروح بلومينج ونروح هنا حاليا خليها بالعاديه هذه. حلو البلومينج اول حاجه نبغاه يمشي في البيس كامل وبعدين اخر حاجة يجي هنا تمام. مثلا اوكي زي كذا نقول له تعال هنا. لحظة ولا ما هي مشكلة تعال هنا. يا سلام تعال هنا. ماد مس وجا مين هذا ليش يا الله نسيت عنه. الله يهديك هذا ايمن. الله يهديك يا ايمن. ليش كذا يا ايمن ليش؟ اوكي غلطتي نوعا ما. نظف هذا لو سمحت نظف هذا المويه. بريوريتي 9 طيب نرجع للموضوع. لا اوكي هذا بدا يلطف الجو اللي حوله. نرجع عند البلومينج. يا سلام نجيب هذه كذا نجيبها من هنا نلطف الجو شويه عند هذه. وهنا راح يكون في هيدروجين فنجيبها بالشكل لحظة نجيب اسكنسل هذه بلومينج نجيبها بالشكل هذا. يا سلام ياب بعدين ولا ايش تعال هنا
لين بعدين رجعها هنا بالضبط. خلاص بدأ بعد ما فرينا هنا بالهذا نرجعها. زي كذا. ليكويد فنت جولد. اوكي هذه راح اشيلها. لا مو ذحين. طيب اوكي خلصنا هذا. تعال انت من هنا. يا سلام. اول حاجه نبغى نبرد المطبخ. بس اول شيء الحمامات اللي هنا زي كذا. هنبرد المطبخ صح؟ يب بنبرد المطبخ. تعال هنا. هنا راح يكون فيه برضه حمامات. فتعال انت من هنا. توقع كذا تكفي. بس هنا بس شاور. نبغى شاور هنا. تعال زي كذا. يا سلام يا سلام. خلاص كذا 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 حلو كذا حلو. الحمامات راح تكون لين هنا. طيب الحمامات ما ادراك ما الحمامات. طيب اول حاجه نبغى الشاور. بس شوف في حاجه جديده جات كفر. يا سلام. تعال. طيب قلنا نبغى الشاور اول حاجه. تعال ننظف هذا لو سمحت. طبعا الحمامات والشاور لازم نجيب مواسير للمويه النظيفة ومواسير للمويه الوسخة. فنجيب الشاور نروح. انا بحثت اصلا الشاور. انا بحثت الشاور. يفترض اني بحثت الشاور. ابو الشباب انا بحثت ال يب هذا موجود شاور. يا سلام. طيب نروح بلومينج شاور. يا سلام. نبغى اربعة. صح هذا اللي فوق لازم نشيله. اول لا ما نبغى اول. نبغى بس ايش بيلدينج. طيب هذا كله عشان ايش؟ عشان الهيدروجين هذا ما يسخن البيس. يعني المشاريع هذه كلها بس عشان احنا نتعلم كيف نستخدم الهيدروجين وكيف ايش نستخدم نبرد البيس. لان يعني الحراره قلنا لكم شيء من الاشياء المهمه لازم نعتني فيها. طيب كسروا هذا سريع بالله. الحمامات هذه راح اشيلها. غير المغاسل هذه وغير الحمامات هذه نفسها. نفس الكلام هنا راح يصير. طيب يا سلام. بلامينج شاور. واحد اثنين واحد اثنين. يا سلام. بالملي بالملي نحط بينهم بلوك. يا سلام. يلا ابنو. تلاحظ الابيض هذا المدخل. يا سلام. نبدأ هنا نجيب هنا ندخل المويه البارده. تمام. تربوا شوف مويه بارده الله يعينه. ونستخرجها. طبعا راح نغيرها نخليها جرانيت. نستخرج المويه نحط المواسير العازله. ليش؟ لانه يكون فيها حراره لما يستخدموها تقطع المويه فيها ساخنه. فما نبغاها تسخن البس. نجيب هذه زي كذا. نجيبها مع نبغاها هنا. احنا المويه الفاسده حقنا هنا. نجيبها زي كذا. حلو. اقدر اجيبها على طول هنا يكون شيء جميل جدا. يب يلا. ليكويد بريدج. نبغى لنا جسر هنا. نجيب هذه زي كذا زي كذا. يا سلام. اوكي خلي خلص الشاور. يا سلام خلص الشاور على طول. بس باقي البايب لسه امتي. انا ما شبكت ذا بالباور. اوكي معلش. نجيب هذا. نجيب مع مين 100 300 400 500 600 700 يكفي يكفي ان شاء الله.
اشبك لنا سلك. يلا بالكبر ما هي مشكلة. سلام. باقي هذا لازم نشبكه مع سلك برضه. طبعا في حاجة ثانية او اخير لازم نبحثها اللي هي الراديانت. راديانت بايب. ايش فايدة الراديانت بايب؟ فايدة الرايد بامب راديانت بايب يا عزيزي. طيب مثلا انا عندي ماسورة حطاها هنا تمام، احط اغير هذه بالراديانت بايب ايش تسوي؟ اذا الراديانت بايب المويه فيها بارده راح تسحب الحراره من الخارج وتحول الحراره داخل المويه، يعني تسحبها من الجو وتدخلها في المويه. اذا حطيت راديانت بايب في مكان بارد والمويه ساخنه راح تسحب الحراره من برا وتدخلها في المويه البارده. توقع علاقه نوعا ما عكسيه، يعني حط راديانت بايب في الاماكن الحاره علشان تبرد المكان، بس اهم حاجه يكون فيها ايش؟ المويه نفسها تكون بارده. طبعا هنا المويه مره بارده، صار 13. يا سلام مره جميل. طيب اوكي معلش بدا يمشي المويه. يا سلام ويتعب تعب الشاور كذا حلوين. نبغى ايش؟ اها نبغى هنا بعد ما طيب مشروع حقنا هذا كيف نجيبه؟ طيب بلومينج نروح هنا. احتاج ليكويد بريد هنا. جرانيت بليز زي كذا. يا سلام. وبعدين نجيب هذا من هنا ونكمل عليه لين هنا. اوكي هذا ما راح يقدر يبنوه، ف نقول لهم تعالوا ابنوه من هنا. حلو. وهذا نشيله. طيب خلصوا بس المشروع هذا، نشوف المويه كيف دحين. اوكي انا غلطت هنا. اوكي لازم الاخضر يكون هنا، انا نسحب المويه من هنا الى هنا. فناخذ الليكويد بريدج هذا نسوي له ديكونستراكت. تسعة بلامينج ليكويد بريدج سريع ابن هذا. بعدين اوكي يخرج من هنا. يا سلام يا سلام بدا يمشي بدا يمشي يشوف المويه. مويه درجه حراره 17 16. يا سلام مره بارد. هذا لسه ما شبكته بالكهرباء. اوكي نشبكه بالكهرباء ليش لا. واير ونجيب له واير من هنا على طول كذا ايزي. يا سلام بدا يمشي وبدا ان شاء الله البيس راح يبرد. كل ما علي احتاجه الحين بس راديانت بايب. اغير كم هنا، احط كم راديانت بايب هنا وهنا عند الاماكن الحاره مره، عند البطاريات والجنراترات عشان نسحب الحراره منها. في المطبخ برضو احتاج ممكن ثنتين يعني كثير. يفضلك ما تكثر من ال 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 ليش هنا المنطقه حاره؟ المنطقه حاره هنا وصح، علشان هنا مرة حارة هنا. اوكي ما هي مشكلة. بدأ هذا يشتغل، بدأ الهيدروجين يطلع على كذا. هذا راح نسكره، واذا ضفت واحد ثاني هنا راح اسكر هذا ان شاء الله. اقدر اضيف واحد على طول هنا واسحب من هذا هنا. يا سلام. شوف الموية يرجع على كم. شوف يمشي يعني يطلع على 11 ويرجع في المويه على 23 او 24. اوكي على 24 تقريبا. يا سلام ليش يسخن من هنا؟ يعني يبدا يسخن. شوف يسخن هنا، المنطقه هذه حاره. حلو 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 حلو.
هذه الحركة هذه مرة مهمة، ومن أفضل من أفضل الحركات إنك تبرد بيسه يكون بالموية. هذا الحين راح تعبي الهيدروجين إلين هذا المنطقة هذه كلها تعب إن شاء الله هيدروجين. في جراثيم هنا، في سلايم لانج هنا. أوكي خلص، آخر خطوة علينا بس نجيب ال خليني نطفي بس هذا، نجيب الراديانت بايب. يا سلام، نحط بس كم واحدة مثلا، نحط واحدة زي كذا، نحط مثلا زي كذا، نحط مثلا زي كذا، ونحط مثلا زي كذا. في المطبخ برضه نحتاج كم واحدة عند البوابات اللي هنا. يا سلام، الحين يبنونها. طبعا الراديانت بايب بس تستخدم الريفاين ريفاينمتر، فخل هذا في الحسبان كذا ان شاء الله الامور زي العسل. راديانت بايب او هنا، هنا الرادي هذا 9 خليها 9 9 9 9 في المطبخ 9 بس. يا سلام كذا تمام، انا كذا مبسوط. الخطوه الجايه ان شاء الله راح نستخرج المويه هذا اللي هنا ونستفيد منه. على العموم هذا كان كل حاجه اليوم، اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا في المقطع هذا. ان شاء الله في المقطع الجاي نغير الحمامات الى شيء افضل. صراحه اليوم سوينا اشياء جميله ومهمه، لبنا الالكترولايزر وتعلمنا كيف نحافظ على الاكسجين. الهيدروجين، هيدروجين مهم مهم جدا، فلازم تخليك منطقة زي كذا تخصص الهيدروجين، وان شاء الله راح نزيد على الهيدروجين فائدته في المقاطع الجايه. لكن كل حاجه اليوم كان معكم نايم سنسه، وان شاء الله على خير في المقاطع الجايه. السلام عليكم.